كشفت أحدث التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة أن الصراع الدائر في إقليم تيغراي أدى إلى إجبار أكثر من 2 مليون شخص على الفرار من ديارهم. وأضاف التقرير أن الفارين يحتمون حاليا في أكثر من 380 موقعا مختلفا عبر مناطق تيغراي وأمهرة وعفار، بالإضافة إلى أولئك الذين عبروا الحدود إلى السودان. هذا وأوضح التقرير أن الفارين يعانون من ظروف معيشية سيئة، مؤكدا أن النازحين جراء الصراع في تيغراي يمثلون 80% من النازحين داخليا في إثيوبيا.